السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتي وخواتاتي المغاربة. اليوم تنتواجدوا في المسبح البلدي ديال مدينة فاس. شوفوا الناس فرحانين الحمد لله بهذا الجو، وتم افتتاح. تحية كبيرة خويا، الله يجازيكم بخير، الصحة والراحة، الله يعطيكم السر. أكي جاكم لابيسين أخويا الجويل؟ الحمد لله. تحية كبيرة لخوتي وخواتاتي، الله يخطيكم، خليكم معايا، الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا. تحية الناس ديال فاس، مرحبا ناس ديال فاس، تحية كبيرة. أعطينا شي كلمة العزيز، أعطينا شي كلمة أخويا، أعطينا. ومسبل الجو اللي كاين، الحرارة اللي كاينة في مدينة فاس. مولفين صحية الحمد لله. تحية كبيرة. هنا تنوريكم المسبح الصغير ديال الأطفال، راه هو فين هو تتواجد الهيئات الحمد لله. خليكم معايا باش تشوفوا الأجواء الجميلة الحمد لله خوتي المغاربة اللي تلقاوها في لابيسين المسبح البلدي مانيسيبال. انتم تتشوفوا، وسمحوا لي ما طولت عليكم، حيث هذا الشيء هذا راه ماشي لعب. الفيديوهات راه ما تيطيحوا بالثمن، والسيار باش تخوي بلاد وتعمر بلاد. وشكرا المسؤولين اللي حلوا لنا هذا المسبح، نشكرهم بزاف على هذه المبادره اللي كان دار واحد الوالد الطالياني هو اللي كان تحيه وتاوه. درنا واحد وطلبنا المسؤولين باش حلوا لهم، وسمعوا لنا، استجبوا لنا مساكن النداء ديالنا وحلوا لهم الساكنه ديال فاس. بحيث هاد الناس هادو ساكن غير مساكن ويستاهلوا اكثر، يستاهلوا اكثر اخويا، يستاهلوا اكثر. هاد لابيسين هذا هو المتنفس الوحيد اللي كان فاس. سباب تاعهم وكذا، الله يرحم الوالدين. شكرا على الكلمه ديالك. تكلم اخويا، تكلم قول اخويا شنو بغيت تقول. والناس اللي داروا هاد المبادره للدراويش مسافر، الله يحفظك وجلاله الملك، الله ينصروا لينا. الله يطولنا في عمره، الله يجازيكم بخير. انتم تشوفوا الجمهور الفاسي الحمد لله فرحانين، الناس فرحانين بهذه الاجواء اللي كاينه في مدينه فاس، وتم حلوا لهم هذا المتنفس وهذا المسبح اللي حلوا لهم الحمد لله. تحيه كبيره، وحلوا لهم مساكن وجاو تيعوموا. وشحال دابا الدخله ديالو؟ تكلم حبيبي قول. لا ورقه كبيره ب 300. اييه اللي قداد ب 10 اكثر منه ب 100. عجبكم لابيسين اليوم؟ زويون. شنو تتقولوا للمسؤولين؟ تتشكروهم على المبادرة، وتشكروا سيدنا الله ينصره، الله ينصر سيدنا والله يشافيه. وتحية كبيرة. أنتم تتشوفوا الحمد لله تقوموا بعملية، تديروا الضوء هنا في لابيسين باش تحميوا الناس بزاف ديال الحوايج. أنتم تتشوفوا الحمد لله الأجواء الزميلة اللي كاينة في فاس. تحية خوتي وشكرا، وبصحتكم وراحتكم عقبا ان شاء الله المره الجايه. تحيه كبيره. انتم الناس تشوفوا فرحانين. فين هو؟ فين اخويا؟ شنو باغي تقول؟ وقف وقف. فاس حاكمه العالم، باش حاكمه العالم الثقافه ديالها والعلم والمدرسه في العالم، هي ثمانيه سقط اول جامعه، هي جامعه القروي. تحية كبيرة. شكرا. علاش حيت نقول لكم فاس حكم العالم؟ حكم العالم. علاش؟ حيت عندها التاريخ بالعلم ديالها وبالثقافة ديالها. و12 قرن. 1200 عام. تبارك الله عليك وشكرا. شكرا. أنتم تتشوفوا الحمد لله الناس فرحانين هنايا بهذه الأجواء الجميلة اللي تيجيو لهذا المسبح، تبدلوا فيه الجو وبقوة القطرة الحرارة اللي كاينة هذا النهار الحمد لله 44 حرارة. ومسبح الأيام الأخرين اللي دازوا راه 48 في الحرارة، الناس فرحانين. تيجيو كتجي من الدباب، كتجي من 45 فاس جديد، الملاح مولاي عبد الله الدكراس كلهم تيتكبوا لهنا. عرفتيش علاش؟ حيت هذا لابيسين هذا عنده واحد التاريخ اللي هو قديم، على حسب الملعب الحسن الثاني. ملعب حسن الثاني قديم حتى هو، تيجيو الناس ساكن هنا هو والعائلات ديالهم. ناس دراوش ما بحالهمش، بارطاجيو معنا هذا الفيديو وديروا لنا ابوني وبركوا لنا على الجرس. خليكم معايا. تحيه كبيره. انتم تتشوفوا الحمد لله الاجواء كي دايره في مسبح مانيسيبال. انتم تتشوفوا الاجواء الحمد لله الزوينه، المسبح الجميل، الناس يجيو الحمد لله. مسبح كبير وزميل وجوين، واخا كاين الاكتظاظ ولكن الناس تيصبروا بعضياتهم، والثمن ثمن مناسب. خليكم معايا اخوتي المشاهدين، شوفوا الاجواء الجميله هنا يا خويا ديالهم في المسبح.
ما ننساوش الاجواء الجميله اللي تكون هنا باب لابيسي. الحمد لله مصبر الكاسكروطات والساندويتش. خليكم معايا اخوتي المشاهدين، تحيه كبيره لخوتي. كي دايرين؟ صافا مزيان؟ كي بقيتو؟ كي جاكم الاجواء هنا في لابيسي اليوم؟ الاجواء اخويا احسن من الاجواء ديال العام الاول ولا العام الاول ديك 3 سنين اخويا. ياك العزيز، اول حاجه الحمد لله، ثاني حاجه ما كاينش المشاكل الحمد لله، ثالث حاجه ما كاينش السرقه، رابع حاجه ولينا خوت. تحيه كبيره، شكرا للي خطيكم على قولوا قولوا اخويا سير. تحيه اخوتنا، الرجال سمعنا بكم، الله يرحمنا. بقينا العام وي 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 وي. تحيه العالم. انتم تشوفوا الحمد لله الاجواء الجميله في ملبيسين المصبح البلدي، الناس حلوا لهم ملبيسين مونيسيبال. السلام عليكم. المهم تنخليكم اخوتي العزاز، المهم تحيه كبيره. المهم خوتي وخواتاتي دعمونا في هذا الفيديو، اللي ما شاف الفيديو دير ابوني ودير برك على الجرس. تحيه كبيره والسلام عليكم. والشعار ديالنا هو الله الوطن الملك. تحيه كبيره لخوتي، انتم تشوفوا الناس فرحانين.